السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ ياك لاباس؟ نتمنىكم تعودوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا ذا الفيديو. ويا مرحبا وسهلا بكم معايا فيديو جديد على القناة. ملي نقولكم طولت الغيبة اللي بيا، انقطعت عن اليوتيوب، انقطعت عن اني نطرح فيديوهات جداد. صراحة غيبة والله، انقطاع ما كنت مبرمجالو، كنت شاكة عنها مسألة وقت، شهر قاع إلى شهرين ولي نرجع نطرح فيديوهات في القناة. يا غير جاو الظروف اللي خلاوني عني ما نعود يعني حاضرة في اليوتيوب، وتفكيري ما هوش مع اليوتيوب، عني نصور ونطرح فيديوهات. مهم طراو ياسر من الأحداث عقبكم تعرفوهم إن شاء الله في الفيديوهات الجداد. المهم اللي بغيت نقول لكم عني، كل ما بغيت نطرح فيديو جديد ولا نصور يقبضني حالة من العجز، سبحان الله. وكل ما انقطعت عن التصوير يجيني ثقيل باش نقبض تليفون نصور نعدل المونتاج ونسجل الصوت، هذا الشيء كم سبحان الله عاد يجيني ثقيل بحكم عني فوت ياسر ما طرحته. غير دائما زين عندي نسجل فيديو، دائما زين عندي نطرح فيديو باش نقرا دوك التعليقات اللي تخلوا لي اسفل الفيديو. من هون نبغي نقول شكرا للناس اللي كانت تسول عني في الخاص، الناس اللي تعرفني شخصيا، ونبغي نقول لهم اللي شكرا للناس اللي كانت تعرفني لا عن طريق اليوتيوب وسولوا عني وخلاو لي ميساجات، ولا خلاو لي تواصلوا معايا في انستغرام. والله المهم ياسر من الناس كانت تسول عني، سبحان الله، تعرفني لا عن طريق اليوتيوب. نبغي نقول لكم شكرا لكم، شكرا للناس اللي كانت تحفزني باش نرجع نطرح فيديوهات على القناة، ولو عن هالقناة سبحان الله صغيرة. وماني من النوع اللي نطرح فيديوهات مثلا بشكل يومي، والله فيديو والله فيديوين في الأسبوع، يا غير كانت الحمد لله كافية، كانت راضيتني أنا نوعا ما بذوك التعاليق، بذوك الناس اللي تعرفت عليهم من خلال اليوتيوب. وهذا كان أحسن شيء طرالي في اليوتيوب، يعني تعرفت على مجموعة من الناس صراحة اللي تم التواصل عندي معاهم بالرغم عني انقطعت على اليوتيوب. نبغي نقول لكم شكرا. المهم هون طفيلات، في هذا الفيديو زعمت وقررت عني لهي نطرح هذا الفيديو، نطرحه كيف في مكان، لا يعودوا خالقين اخطاء في التصوير ولا شيء، اعذروني عني بطيت عن نطرح الفيديوهات وراكم عارفين. المهم هون قلت ضروري نطرح شيء في القناه باش نتحمس ونعود نطرح فيديوهات جداد، واخترت عني نشارك معكم هذا الغراتان ديال لي بات مع الكفته. كيف شفتوا ساهل، شحرت شوي من البصله، ضفت عليها الكفته، كنتوا تعوضوها بالدجاج، العطريه، الملح، الابزار، سكنجبير، وشوي من الابزار قلت لكم وسكنجبير والملح، وصافي شوي من الثوم البودره، وصاي شحرت البصله مع الكفته. من بعد لي نزيد صوص طماطم كيف تشوفوا، ولي نزيد المعدنوس الجاف، الى عاد عندكم طري تقدروا تضيفوه، انا عندي هذا الجاف وعدلته. صافي هنا سلقت شي من لي بات، اي نوع من لي بات تختاروا نتوما، عاد ذاك اللي نخلط لي بات على لاصوص، اللي بغى يخلي يعدل طبقه من لي بات ويعدل طبقه من لاصوص اللي زيان عندكم غير مزيان عندي نخلطها. عاد ذاك اللي نضيف صوص بيشاميل، ومن فم نضيف الفرماج محكوم وندخلها للفران وصافي. هذا هو اقتراح اليوم، كنت لين عدى العشاية وقلت حالي نصوره ونطرحه معاكم. اتمنى ان هذا الاقتراح يعجبنا بإعجابكم، واللي لحق منكم معايا نهاية الفيديو نقول لكم شكرا على المشاهدة، ونتمنى منكم عامكم تعدلوا بارتاج للقناة ولايك باش يطلع الفيديو شوية في نسبة المشاهدة، بحكم عني انقطعت عن القناة فاليوتيوب القناة كيخليها تحت يعني، وكيعدل عقوبات الناس اللي قاطعت عن القناة. فنتمنى منكم اللي شاهد هذا الفيديو يعدل له بارتاج ويعدل لايك، ونقولكم خليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا، باي باي.